شكرا سي عبد القادر الله يرحمك على الاستضافه. احنا موجودين اليوم في ضيافه الوكاله المستقله للمحكمه اليوم الدراسي حول تدبير مساله الاجهاد المائي. حضر اليوم باسم الجهه باش نعرض يعني المقاربه الجهه في هذا الموضوع ديال الاجهاد المائي وحالات الطوارئ المائيه. عرضنا يعني المقاربه اللي بدينا بها هذا البرنامج يعني المقاربه التشاركيه اللي خلصت واحد البرنامج مهم جدا تعبت فيها اكثر من مليار ديال الدراهم، جزء منه كنهضروا عليه واحد 300 مليون درهم ديال السدود الصغيره والسدود التاليه، وكنتكلموا كذلك على واحد 600 مليون درهم وزياده فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب لكل العالم القاروي ديال جهه طنجه 19. تكلمنا كذلك على المقاربه الدوليه اللي اعتمدناها كاول جهه في المغرب اللي هي كتسمى بليسولوسيون نيكسوس، ولا المقاربه ديال ترابط الماء الطاقه والامن الغذائي، لان هي المقاربه الجديده التي يعني يتم اعتمادها عالميا في الدول اللي سبقتنا في هذه الحاله ديال الجفاف الدائم والحاله ديال الاجهاد المائي اللي وقع. كذلك تكلمنا على مجموعه من القضايا المرتبطه بالازمه الماء، كيفاش خصو يتم التعاون ديالنا، خصوصا اننا احنا في الجهه موجودين في اكبر او في اكثر يعني من اكبر 25 نقطه ساخنه في العالم اللي تاثرت بالهدشي ديال التغيرات المناخيه، وبالتالي وجب علينا اليوم قبل غدا اننا نعملوا الاحتياطات ديالنا اللازمه واننا نخططوا لاستمراريه الماء للاجيال القادمه ان شاء الله.